السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بعد إصدارها للموتو جي 8 باور في شهر فبراير، موتوريلا تعود لتطلق الموتو جي 8 باور لايت، جهاز ممتاز يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر، سنتعرف عليه معا. يأتينا الجي 8 باور لايت مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 انش بنسبة استحواذ 82.2%. كما تأتينا الشاشة مع ووتر دروب نوتش للكاميرا الأمامية. ظهر الجهاز مصنوع من البلاستيك والفريم أيضا مصنوع من البلاستيك. كما يأتينا الجهاز مع 3 كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2. الكاميرا الثانية كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4. والكاميرا الثالثة كاميرا ديبث سنسور لقيس العمق، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4. ننتقل إلى كاميرا السيلفي الموجودة في الووتر دروب نوتش التي تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2. ويأتينا الجهاز مع معالج ميديا تيك الهيليو P35، معالج ليس الأفضل لكنه يفي بالغرض في هذه الفئة السعرية. كما يأتينا مع أندرويد 9، وهي طبعا ليست أحدث نسخة لأندرويد، هي نسخة العام الماضي من أندرويد. الجهاز يأتينا مع مايكرو USB، يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك، ويأتينا مع سنسور للبصمة على جنب الجهاز. وتعتبر نقطة القوة لهذا الجهاز التي تميزه على المنافسين في نفس الفئة السعرية الذي ينزل فيها، حيث أن جي 8 باور لايت يأتينا مع بطارية ضخمة بحجم 5000 ملي أمبير، وهذا الشيء يحسب لهذا الجهاز. كما يأتينا مع شاحن تقليدي عادي بسرعة 10 واط. ويأتينا الموتو جي 8 باور لايت مع نسخة واحدة قد 4 جيجا للرام و64 جيجا للمساحة الداخلية، كما أن الجهاز يدعم مدخل SD كارد. ويبدأ سعر الموتو جي 8 باور لايت من 169 يورو، ما يعادل 185 دولار. وكما قلت في أول الفيديو أن هذا الجهاز يقدم قيمة مقابل السعر. كان هذا كل ما يخص الموتو جي 8 باور لايت. أشكركم على المتابعة وأتمنى أن الفيديو أعجبكم، وفي النهاية لا تبخلوا علينا بلايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.